السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، بهذا الفيديو راح نتكلم عن تحليل البيتكوين. أما بلش الفيديو أصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي، حسب الفريم الأربع ساعات على البيتكوين، نحن حاليا في منطقة صعبة جدا. طبعا كنا في منطقة 30500، كان من المفترض نتوجه إلى الموفينج أفرج 200 عند منطقة 31600، وكنا نتوقع كسر بعد فشل الكسر الأول. طبعا فشلنا في التوجه إلى الموفينج أفرج 200 في المرة الثانية. طبعا كان خط الدعم الخاص فينا عند الموفينج أفرج 50. هاي أصدقائي، نحن عم نداول أسفل الموفينج أفرج 200 وأسفل الموفينج أفرج 50. حاليا عم نمشي بشكل عرضي أصدقائي. طبعا والحركة القادمة للبيتكوين من المتوقع تكون هبوط طبعا وكسر القاع، ممكن نعمل قاع جديد تحت ال 25,000 دولار. طبعا مجرد ما نكسر موفينج أفرج 50 راح نتوجه موفينج أفرج 200. طبعا وكسر موفينج أفرج 200 بهاي المنطقة صار أسهل من المنطقة الأولى. مجرد كسر الموفينج افرج 200 راح يسبب عندي ارتفاع كبير جدا في السعر. طبعا اصدقائي، بنشوف بالمره الاخيره اللي تداولنا اسفل الموفينج افرج 50 وانكسرنا الموفينج افرج 50 واغلق شمعة 4 ساعات على الموفينج افرج 50، سبب عندي ارتفاع الى 32,000. فهلا متوقع اصدقائي حركتين، وعلى الاغلب الحركه التاليه هي حركه هبوط كسر القاع. لكن طبعا اصدقائي، مراقبين خطوط الدعم والمقاومة. عندي خط دعم على 28500، وعندي خط مقاومة عند الموفينج افرج 50 اللي هو بسعر 30,100. في حال كسر الموفينج افرج 50 فهذا الشيء راح يسبب عندي ارتفاع، ومن المتوقع كسر الموفينج افرج 200. فحاليا مراقبين الساعات القادمة، لكن تقريبا بنسبة 80% ممكن نتوجه الى سوق هابط. اصدقائي، بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس وتضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية.